السلام عليكم اخواني واخواتي، حياكم الله واهلا ومرحبا بكم. سبب هذا الايميل، انا حاطط العنوان عندكم انه لماذا لا نناظر المشعوذين او الدجالين او الكذابين او المنحرفين. سبب هذا البث اني انا الصبح تحدثت عن بعض المنحرفين واللي بنشروا العقائد الكفرية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مثل احمد عمارة. وفجأتني ملحوظة انه يا اخي ضلوا ضلعوا وقتكم، ناظروهم يا اخي، هيو حي يرزق، ناظروه بين الحق من الباطل. لاجل ذلك بدي اعطي جواب علمي منطقي للمخدوعين، ليش ما بنناظر واحد زي الكيالي او شخص ينشر الانحراف ويتسبب في الحاد البعض مثل عدنان ابراهيم، ولا الاخير على الساحة اللي هو احمد عمارة. لو سمحتم بس بشكل سريع جدا اتاكد من وضوح صوتي، اذا تكرمتم الله يكرمكم. انا محتاج، انا ماشي يعني منتقل بين مكانين، عندي موعد. اللهم صل على سيدنا محمد. محتاج اتاكد بس من وضوح الصوت، توقفت مشان اتاكد. اكدوا لي الله يجزيكم خير، هل تسمعون صوتي بوضوح اذا تكرمتم؟ وساعدونا في النشر اذا تكرمتم. هل تسمعون صوتي بوضوح؟ هل البث واضح صوت وصورة؟ والمهم الصوت، الله يكرمكم. قبل ما نكمل الله يجزيكم الخير، شخص أو شخصين يأكدوا لنا موضوع البث، لماذا لا نناظر المنحرفين أو ينشرون الانحراف. أعطيت مثال أنا بأحمد عمارة والكيالي وعدنان إبراهيم، واضح؟ شكرا يا أخت ريما وأخ إبراهيم، بارك الله فيكم. طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا انا للي بيستغرب، انتم عندكم طبعا اكيد عتمه الان، انا موجود في كندا، من شرق كندا، وبيني وبينكم 7 إلى 8 إلى 9 ساعات حسب كل واحد وين ما كان. فسبب البث، خليكم معي ثواني بس نعمل الطلبيه الصغيره ونكمل معكم. Hi, yes. Can I have a small steep tea with double cream? Small steep tea, double cream? Yes. Anything else? No, thank you. Thank you. Yeah. فالصبح يا أحبة قمت ببث، صبحي أنا طبعا، قمت ببث بعض الأحيان صح اللي حكيت عن موضوع العيون الزائفة بطريقة دردشة سريعة جدا، مش بطريقة علمية دقيقة. يعني العيون الزائفة من مثل موضوع الطاقة وما طاقة والطاقة الحيوية والشكرات وتنظيف الجسم وإخراج الطاقة والعين الثالثة ومش عارف مين، وموضوع التنمية البشرية والتنمية الذات، القصص هاي كلها اللي بيضحكوا فيها على الناس. بس may I ask you for the Splenda, the yellow one with a stir stick, yeah, and the yellow sugar. Okay. Yeah. Thank if you have it. You want one or just one? Thank you very much. Have a good day. Thank you. اللهم صل على سيدنا محمد. فعملت بث سريع، تحدثت. طبعا الله يجزيهم الخير، سبقوني بهذا الخير العظيم عدة أشخاص طبعا، لكن نذكر أبرزهم اللي ذكرتهم الصبح. دكتور هيثم طلعت الله يكرمه ويبارك فيه، له مجهود رائع في هذا الموضوع، تابع اكتب هيثم طلعت. طبعا هيثم طلعت لمن لا يعرفه، بالاضافه لموضوع علوم الطاقه والعلوم الزائفه والحديث شوي عن اليوغا والهندوسيه والى اخره، هيثم طلعت يكاد يكون من اشهر المهتمين في العالم بملف الالحاد لمعلوماتكم يعني، وله اسهام ضخم جدا جديد. هو دخل على العالم المرئي الفيديوهات جديد، يمكن له سنتين فقط، لكن عالم الكتابات في موضوع الإلحاد له عشرات الكتب ومئات المقالات وعشرات الكتيبات، وقد تصل إنتاجه المكتوب لآلاف الصفحات، وهو هذا الملف يكاد يكون مستلمه من بين 15 و18 سنة. هيثم طلعت موقع السبيل وتخصيص الأستاذ أحمد دعدوش في مقابلاته على موضوع علوم الطاقة والإلحاد والإلحاد الروحي والقصص هاي، والإخوة الله يجزيهم الخير موقع قرار إزالة اللي هو معاذ العيان ومحمود داود. طبعا معاذ العيان محمود داود قرار إزالة كانوا من أكثر الناس اللي الله يجزيهم الخير فضحوا
حقيقه انحراف وكذب عدنان ابراهيم وعلي الكيالي طبعا، وفي ناس ثانيين يعني، واحد اسمه امين صبري هذا كولد ثاني قصته قصه انا. طيب على كل حال انا عملت البث الصبح، حكيت هذا الحكي بشكل سريع، فبتفاجأ بملحوظه مش اول مره بسمعها، لكن الملحوظه اعتقد انها تحتاج للتعليق. شو هي الملحوظه؟ دخلت اخت فاضله بكل يعني لطف وادب، وواضح انه بين قوسين الصوره مش واضحه عندها، او مغسول دماغها، او مضحوك عليها، يعني بعرف شو المصطلح الصح لأننا لا نعلم الغيب. فقالت كلام بما معنى، يا إخوة بدل ما تضيعوا وقتنا وإحنا ما بنعرف الصح، يا أخي ناظروا. قصدها عمين على شو اسمه، على أحمد عمارة. فأنا رسالتي الأولى ليش ما بنناظر شخص زي أحمد عمارة أنا أو غيري؟ وليش؟ لأنه طبعا هاي العبارة حكت لي أنا كثير لما كنت أنتقد عدنان إبراهيم. عدنان إبراهيم الذي ثبت بالوجه القاطع إنه أحد الأسباب الرئيسية، ما بقول هو الوحيد ولا بقول مسؤول عن الكل، لكن من أحد الأسباب الرئيسية لدخول عدد لا بأس به من الشباب المتحمس في الخمس سنوات الأخيرة في الإلحاد، سبب إلحادهم عدنان إبراهيم. قصة طويلة طبعا، ارجعوا لناس كثيرين. تخصيصا موقع قرار إزالة، قرار إزالة تخصيصا محمود عليان وعد معاذ عليان ومحمود ابراهيم، عشان تعرفوا الطريقه الخبيثه بيشتغل فيها عدنان ابراهيم. موضوعي كان عن احمد عمار، فدائما بتتكرر، ولو انك زلمه بتناظره، لو انك رجل بتناظره، لو انك يا جماعه افهموا علينا معلش، الله يكرمكم وساعدونا في نقل هذه الفكره، واللي استوعبها منا يعلق دائما وين ما يروح يفهم الناس. يا اخوه المناظره تكون لشخص في بينك وبينه على الاقل اتفاق على مبادئ عامه، وتحسن الظن به، وانت مش متهمه ولا شاكك فيه، ولا مصنف عندك يقصد التحريف، ولا مصنف عندك مجرم فكري، ولا مصنف عندك عميل، ولا مصنف عندك يريد الافساد. يعني بالمنطق في، يعني هل تقبل منطقا انت تكون شاكك بانه في شخص جاسوس من ناحيه سياسيه؟ اعطيكم مثال سياسي، شخص متهم بانه جاسوس معي انت، وانت رجل امن، تخيل واحد يقول لك يا اخي روح ناظره، روح ناظر يا اخي شوف الحق مع مين، يا عمي جاسوس بقول لك. هذا ما في غير تكشفه وتجيبه للاجهزه الامنيه وتحاكمه وينال جزاءه الذي يستحقه بالسجن المؤبد او بالاعدام. شو تناظره؟ تناظره ايش؟ انا بقول لك يتقصد التحريف والكذب وسحب الناس الى الكفر، تناظر مين؟ واحد مش همه يتسبب بتكفير الناس، بده يهمه يصدق معك، انت تقعد تناظره. لما كانوا يقولوا لي هذه العبارة أنا على موضوع عدنان إبراهيم تخصيصا، يقول يا رجل عدنان إبراهيم يكذب يكذب يكذب، يتفنن في يعني محرف للنصوص وقاطع من سياقاتها بطريقة مرعبة ويكذب. طب أنت كيف بدك تتعامل مع واحد تعلم أنه ما عنده مشكلة أنه يكذب؟ ممكن تقول له مثلا أنت قلت في كذا كذا، يقول لك أستغفر الله لا إله إلا الله، والله صدقت يا أخي الكريم، والله أنك صدقت، تعرف كانت غفلة كانت زلة، أسأل الله أن يغفر لي، مسكتك على الهواء. طب بعدين بس، وبيكمل اللي بده إياه، وبيكمل انحرافه، وبسجل عليك نقطة. بيجوا المطبلين والمزمرين جماعته المغسولين دماغهم، عم بحكي عن عدنان إبراهيم الآن، وشايف شوف ما أروع أخلاقه، لك يا عمي دجال دجال. هو لا هو يريد أن يبث سموم. مثلا أحمد عمارة الآن هو اللي كان موضوع الحديث الحالي، بس عم بجاوب على الماضي وعلى الماضي. أنت شايف واحد منحرف، المشكلة كانوا يقولون نفس الحكي على محمد شحرور، محمد شحرور في قبره الآن، هذا صاحب الذي دعا الذي أبطل عبادة الحج وأبطل عبادة الصلاة، ونشر وتسبب بفتنة آلاف النساء اللي كانوا عم بيستنوا بس زي ما تقولوا دفشة بس، بأنه الحجاب مش واجب. ياما في نساء برقبته هذول تركوا الحجاب وانحرفوا وذهبوا إلى موضوع بعد ترك الحجاب إلى الانحلال وترك الصلاة، أسقط الصلاة وأسقط الحج، وتخيل وصل لمرحلة مش بس أسقط الحجاب، يقول لك عورة المرأة فقط العورة المغلظة فقط. فأنت شوف حجم الفتنة، وقال لك ناظره، تناظر واحد منحرف محرف وقد يكون مدفوعا من جهات غربية ومعطى فلوس ليقوم بهذا الدور، زي إسلام البحيري مثلا على سبيل المثال، أو شريف جابر، طبعا أمثلة اللي بيعرفها. فأنت الآن أنت أمام من غلب على ظنك أو شبه تأكدت أو تيقنت من أنه منحرف وينشر الانحراف العقدي أو السلوكي أو الفكري
ويهاجم الإسلام بخباثة، ليس أمامك إلا أن تفضحه وتهاجمه وتحذر منه. اختصار، هذا الجواب الأول على سؤال ليش ما بتناظره. لا نناظر من نعلم أو غلب على ظننا أنه محرف منحرف يقصد نشر، هذا ليس له إلا الفضح والتوضيح وحماية الناس منه. مناظرته أصلا هي اعتراف بما عنده. طب ما إحنا نعتقد أنه كذاب ودجال، يعني أحمد عمارة دجال ومشعوذ وكذاب رسمي، هذا كيف تنظره؟ ناظر دجال مشعوذ كذاب، هو لا سائل بالكذب عليك ولا سائل بالكذب. ممكن تحكي له أي شيء، يحكي لك أي شيء بدك إياه، وين بدك تخلص منه؟ فهذه واحدة، هذا الجواب الأول على الإشكالية. الجواب الثاني يا أحبة، أنا أتحدث عن نفسي هلا، الأول عم بجاوب عني وعن غيري. عني أنا مش فاهم، كل ما أعمل توعية عن شخص وبكون استفدت مثلا من شخص شبه متفرغ له، يعني الأخ محمود داود ومعاذ عليان في قرار إزالة شبه متفرغين لمشاهدة عشرات الساعات وتقطيعها ومنتجتها والتعليق عليها. الأستاذ أحمد دعدوش موقع السبيل مجموعة ضخمة من الموظفين والعاملين والمتطوعين المتفرغين للمتابعة. الدكتور هيثم طلعت شبه حاصر حياته تقريبا من حوالي 17 سنة في ملف الإلحاد، وجديد الآن في موضوع المذاهب الفكرية والانحرافية، وبيكون في عنده فريق عم بيشتغل وبيكونوا طلعوا على عشرات الفيديوهات ومئات المقالات وآلاف الكلمات وبيعطوا خلاصات. بحكم معرفتي بهذا العالم كله بكون أنا مطلع على إنتاجهم وعارف النتائج، فباجي بحذر أو بعلق أو كذا. لا واحد يقول لو أنت رجل كان بتروح بتناظره مش بتعلق بس بكلمتين. تفضل أعطينا الأمثلة والأدلة. يا حبيبي أعطاك الأمثلة والأدلة هذا يحتاج لعشرات الساعات. أنا لشكلت هاي القناعات أخذ مني مئات الساعات. أنا بعطيك تنبيه عام وبقول لك هاي الناس التعبانين روح على الجهد الخاص روح تابع. أما مش منطقي كمان جواب على كل ما واحد يحكي له إذنك زلمي طب أعطينا شو التفصيلات اللي بيعمل. بعطيك بالعموم ما بعطيك بالخصوص. بث واحد طلع له فراغ ربع ساعة في الأسبوع، احنا مش متفرغين نعطي تفصيل بكل ربع ساعة. لكن إذا أنت مهتم، أو بالذات طبعا بخاطب للي مخدوعين بهؤلاء الناس، حجم النساء تخصيصا المخدوعين بأحمد عمارة ربما يصلوا للملايين إذا مش مئات الآلاف، ويقينا في عشرات الآلاف مخدوعين بتشوفوا من المحاضرات العامة اللي بيعملها بيكون فيها 4-5 آلاف شخص بطلب منهم يعملوا حركات، يعني حركات مضحكة، ينطنطوا بطرق غريبة جدا، بطلب منهم أشياء وبيحكي أمامهم أشياء يعني أقل ما يقال فيها خطيرة. بلاش أحكي كلهم معين على أنه فيها جزء من الكفر أو تدعو للاحتمالية كفرية، وعادي الكل بزقف وبطبل وبزمر دونه مخدوعين مضحك عليهم لأنه بلعب على فن غسيل الدماغ والآخر. لكن زي ما قلنا لكم إحنا الآن أنا طالع بس أرد فقط على شبهة تساؤل ليش ما بتناظروا. الدجال لا يناظر، الكذاب لا يناظر، المنحرف والمحرف المتقصد فيما غلب على الظن لا يناظر، لأنه مناظرتك إله إقرار بأنه عنده إشي صح وأنت إياه مختلف على قضية جزئية لتثبت الحق فيها واحدة منها، أو مناظرتك إله إشهار وتقوية إله بعض الأحيان. بينما إحنا اللي بنهدف له على الأقل بتحدث عن نفسي زائد من يغلب على ظني أنه الله يجزيهم الخير عم بحطوا جهود جبارة في هذا الموضوع وأبرزهم زي ما قلت لكم. طبعا يوجد غيرهم كثير، في عندنا طبعا لو بدي أدخل بالتفاصيل ممكن الأسماء توصل 10 و15 بالقدوات، لكن عم بحكي على أبرز الناس على الأقل بالأمثلة اللي ضربتها. عندكم اللهم صل على سيدنا محمد، طبعا في مجال مناظرة أتباع الدين الشيعي، الديانة الشيعية بانحرافاتها وأصولها الوثنية الكثيرة. عندكم الله يجزيه الخير الشيخ وليد، أظن وليد الدافع أيضا له جهود طيبة جدا جدهم. عندكم الأخ رامي عيسى وليد الدافع والأخ أشرف غريب، هؤلاء ثلاثة بالذات للمهتم يعرف انحرافات الديانة الشيعية على سبيل المثال. للمهتم ها، لأنه في انحرافات عم بتخلي ناس كثيرين جدا يصير في عندهم تشكك، اضطراب، توتر، عدم فهم، عدم قدرة على استيعاب ما الذي يحصل، ما الذي يجري. أنا
نسيت حالي، اشتريت ال شو اسمه، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله، كتبه هو ساخن مش عارف امسكه على الهاي واي. لا اله الا الله. تمام. ف رامي عيسى اشرف الغريب وليد الدافع، هذول فيما يخص الشيعة وانحرافات الشيعة وكذب الشيعة وتحريف الشيعة. اذا انت مهتم، اذا محتاج في موضوع الانحرافات الفكرية ونشر الشبهات حول القرآن والسنة ودس السم بالعسل وقطع الأمور فيما له علاقة بالوثنيات أو تمرير المفاهيم الوثنية عبر الجاي من الهندوسية والبوذية عبر ما يسمى بالطاقة أو علوم الطاقة أو التنمية البشرية أو تنمية الذات، اللي ماسك ملفها تقريبا أشهر إعلاميا أحمد عمارة، فعليك بهيثم طلعت و اللهم صل على سيدنا محمد قناة قرار إزالة. إذا بدك تهتم بانحرافات وتحريفات عدنان إبراهيم، وإن كان الحمد لله عدنان إبراهيم الآن ربنا قدر إنه انطفى أموره نسبيا، ما بعرفش عم بيحضروا ضربة جديدة بعد ما ربنا أخزى يعني سبحان الله موقفه أمام الخليج، تتذكروا بعد ما طلع وما خلى وتسبب وعمل طول نهاره يحارب الدكتاتورية والأنظمة المتجبرة والأنظمة ويحكي كلام يعني أنت تنتشي. فجأة لما إجا دكتاتور متسلط بكل تسلط على كذا عدعوه فطبل وزمر زي أي مطبل ومزمر آخر، سبحان الله أخذوا منه المدح للحاكم وأخذوا منه كل شيء وزحلقوا له عن ناعم طلعوه برا. أحمد شحرور، محمد شحرور جابوه أخذوا منه كل الكفريات والهجوم على الإسلام وكذا طلعوا له إلى آخره، وبعد ذلك انتقل إلى جوار ربه وهيه الآن بقبره الآن. ما مش قادر أنسى عبارته بالطريقة اللي حكاها لما سألوه عن موضوع الزنا، طبعا كان يبيح الزنا بكل وقاحة ويقول لك إنه هو طبعا له عبارة شهيرة بيقول لك هاي مساكنة مو زنا، يعني هو عنده تحريف الزنا غير يعني إذا واحد سكن مع واحدة بدون عقد زواج، شوف بدون عقد زواج وبدون ولي أمر وبدون إشهار وبدون شهود بدون أي شيء، يعني صح بوي فريند جير فريند يعني ماشي، هذا إذا سكنوا مع بعض ما دام بالتراضي عندهم الزنا، تخيلوا أنت شوف شو الانحراف، يعني الشيطان استحى يعملها. فكان له عبارة شهيرة بتذكر كل ما داخل نفسي مش عارف أبكي ولا أضحك على جرأته ولا على وقاحته ولا على سخافته لما حكى عبارته الشهيرة باللهجة الشامية طبعا، لما قال لك اخي هاي مساكنه مو زنا، بقول يا ربي من وين بيجيبوا الجرأه؟ هذول وقحين، من وين بيجيبوا الجرأه على الله؟ هاي مساكنه مو زنا، قلت يا الله لا هي بقبره، ابصر عاد يا محمد شحرور، ايش رايك؟ طلعت زنا ولا مساكنه؟ فطبعا الكيالي موضوع ثاني، الكيالي طبعا للاسف برضه في ناس بتاثر، بس الكيالي مسكين بشفق عليه، الكيالي مشكلته بحرف بغباء، يعني ولد صغير بيكشف الكيالي بيعرفش يحكي عربي، بيعرفش يقرا قران. اللي بيعلمك مش انه عنده إشي، اللي بيعلمك انه قنوات العهر الفكري، قنوات التفاهه بيستقبلوهم وبضلهم يطلعوهم على كبرى القنوات وبفرضوهم على المشاهد العربي. فالمساكين من الشباب والبنات او من الاباء والامهات او من ربات البيوت اللي بتطلعوا بس على التلفزيونات لما يصدروا لهم كل شوي احمد عماره وعلي الكيالي، احمد عماره وعلي، بفكروا انه هدول هم الوحيدين، مو عارف انهم دجالين وكذابين ومنحرفين ويدعو لضرب السنه والاستهزاء بالقران، وبعض الاحيان يدعو الى الكفر بالله سبحانه وتعالى، الناس ما بتعرف. فبنضطر نحكي مش لانه عنده شيء، الكيالي ولد 15 سنه عنده شويه علوم شرعيه بياخده غسيل وكوي ونشر، بعربي بيعرفش يحكي، لما يقرأ آية قرأ فش عنده مرة قرأ قرآن قرأه صح أو كمل آية صح، إشي مضحك لحد يعني الإسفاف. وكل شوي قناة فضائية عالمية أو خليجية أو عربية من اللي بيشاهدوها ملايين بتلاقي لك مستضيفين علي الكيالي، قلت يا جماعة اتقوا الله، بتقبل هاي القنوات تستضيفني أنا أحكي بآخر الأبحاث الطبية لأنه والله عندي ثقافة طبية ايش؟ على كل حال، فما في امامنا احنا بين قوسين المستضعفين الا هالوسائل البسيطه نحذر منهم. فالرجاء لما تشوف واحد بيقول لك يا اخي ناظروه
تردوا عليه بما يليق من الرد العلمي المناسب، انه المنحرف الذي غلب على ظننا انحرافه وهجومه وقصده في التحريف لا يناظر، وانما يفضح ويهاجم ويعرف الناس. لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذه الكلمات ويغفر لنا ويهدينا. انا عم بدلكم الان على شبه المتفرغين المتخصصين اللي بينوا لكم عن هؤلاء الناس عشان ما توقعوا في حبال هؤلاء الناس. طبعا علي الكيالة شغال بالقرآن والسنة، عدان إبراهيم تخصص طعن في الصحابة وتشويه سورة الصحابة بطريقة عجيبة غريبة عجيبة، ويزرع بذور بطريقة خبيثة جدا تجاه سقوط مكانة الصحابة، وبطريقة غير مباشرة بعرفش عاد نيته أنا، طريقة غير مباشرة بيدعم الدين الشيعي، طريقة غير مباشرة، لأنه لدرجة أنه واحد من أخبث وأحقد الشيعة على المسلمين اسمه ياسر الخبيث عايش في لندن، كان يقول عد هيك، بيقول عدنان إبراهيم يأتي بالمسلمين إلى منتصف الطريق ونحن نكمل الطريق، لأنه هو عدنان إبراهيم بيزرع زراعة شعورك بالتكبر والتعالي على الصحابة أو سقوط هيبة الصحابة عندك بطريقة خبيثة. فبالتالي بيجوا أتباع الديانة الشيعية بياخدوهم من الإسلام إلى الشيعة. فكل واحد طبعا له مجاله. عدنان إبراهيم في مرحلة معينة كان أخطرهم، الآن ما أدري شو سبب اختفائه عن الساحة. الآن اللي عم بيدعو الناس إلى الدخول في بعض عوالم الكفر أحمد عمارة للأسف. طيب بشكل سريع قبل ما أنزل على موعدي، معي فترة قصيرة، خليني أشوف إذا في إشي أجاوبه على اللي سألته إذا سمحتم، وإن شاء الله الصورة تكون وصلت ليش ما بنناظرهم هؤلاء الناس أنا أو غيري. يعني تفضلوا إذا حدا عنده سؤال على اللي حكيته، الله يكرمكم بشكل سريع جدا. هل ما نزلتم تسمعون صوتي؟ الأخ مالك بيقول الكيالي طلع فسر آية قرآن بشكل خاطئ على سكاي نيوز. لاحظ مين مستقبله، لاحظ ام بي سي، سكاي نيوز، روتانا. شوف سبحان الله، ترى روتانا إن لم تخني الذاكرة، إن شاء الله ما أكون مخربط، بيغلب على ظن روتانا هي اللي أشهرت برمضان، تخيل بالبيك تايم محمد شحرور، وإذا كنت غلطان صححوني، وهي إن لم تخني الذاكرة اللي استقبلت عدنان إبراهيم وأخذت منه المدح للحاكم وبعد ذلك قالوا له مع السلامة. طيب حدا عنده تساؤل على موضوع الأخت سناء عجب تقول لو فيهم خير اغتنوا بطاقتهم ما اعتمدوا على استغلال بكورساتهم، ما بعرف مين الغبي اللي بيصدقهم وبيفكر بهالنقطة. معك حق أختي، أخت سناء كلامك منطقي، ترى نفس إشي بنحكى على السحرة والدجالين المشعوذين اللي بعض النساء بروحوا عندهم مشان يعملوا عمل، قالوا مش عارف كذا بيعملوا لهم عمل كيف، أو بروحوا عند السحرة بقول لك مشان يساعدك إنك تلاقي الكنز. طيب ولك يا زلمة يا رجل، بس لو شغلنا المخ شوي، الساحر اللي أخذ منك مبلغ مشان يساعدك تلاقي كنز، طب لو الكنز فعلا بنوصل له هو المحترم ليش ما راح أخذ الكنز وطلعك برا الموضوع؟ لكن سبحان الله في ناس يأبوا إلا أن يستغبوا أنفسهم. الأخ العرندس بيقول دكتور أنا دائما كنت أسميهم المشعوذون الجدد لما شفت بعضهم ببيع القلادة باسم الرسائل الإيجابية. أخوكم عبد اللطيف، صدقت والله، الله يجزيك الخير وبارك الله فيك. في بعض أحد الإخوة عم بيسألني عن شخص لم أشكل تصورا بعد عنه، لكن معظم ما وصلت إلى الآن سلبي وخطير، لكن ما عندي تصور كامل لسه، ما زلت في مرحلة تشكيل التصور، بس في علامة استفهام ضخمة جدا. طيب
حدا عنده سؤال قبل ما نختم؟ الله يكرمكم ويبارك فيكم حول الموضوع لماذا لا نناظر هؤلاء المشعوذين والدجالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ نزيه، الحرب فكرية. نعم أخي، ضربوا هون منظومة الكذا، شككوا في صحيح البخاري، عملوا لك اللهم صل على سيدنا محمد، عملوا لك غسيل دماغ، كرهوك بالصحابة، خلوك تعتقد انه ما في اي قيمة للحديث الصحيحة، خلاص بضرب عندك السيستم، بتصير انت in the middle of nowhere، تطلع بيضربوك بشكل خطير جدا، او بسحبوك تحت الحاجة وتحت الكذا. اسمعوا البث تبع الصبح لموضوع العلوم الزائفة. في اخ بسأل هل انت موجود مساء اليوم مسجد؟ نعم اخي، عندي درس، عندي الان بعد قليل استشارة اسرية، وبعدها عندي الدرس الاثنين من المغرب الى العشاء، درس السيرة، واهلا وسهلا فيك. محمد الجابر، دكتور بدنا إعادة برنامج جدد حياتك. يا الله، من أجمل البرامج اللي ربنا أكرمني فيها هذا، سبحان الله، مع أنه عمره صار له 18 سنة، تخيل 2005. طبعا هذا برنامج جدد حياتك، برنامج كان إنتاج وتصوير، كان طبعا إعداد، الفكرة والإعداد والأداء من عندي، والضيوف كانوا ضيوفي وطلابي من الجامعات، لكن الإعداد والمونتاج والكاملا كان التلفزيون الأردني، وبرنامج على التلفزيون الأردني. فعلا من أجمل البرامج أنا عملت بحياتي، ما بين برامج تلفزيونية وإذاعية حوالي 30 برنامج على 12-15 سنة. يمكن أكثر برنامج استمتعت فيه بتعامل مع الناس هو جدد حياتك، لأنه برنامج حقيقي لايف، بنزل بين الجمهور وبناقشهم وبحكي معهم، والكاميرات بتتحرك معاي وبشعر كأني في محاضرة. جدا كنت أحبه، جدا جدا استمتع فيه، وفي خير كان. بس هذا طبعا إنتاج ضخم أخي، هذا كان يعني مكلف. أنت لما تجيب 50 ضيف في داخل استوديو ضخم، ويكون عندك طاقم من التصوير حوالي 12 شخص، 5 كاميرات ديجيتال، كاميرات تلفزيونية، يعني إنتاج ضخم، يعني كان يكلف آلاف هذا. فالحمد لله، العبد الفقير من أين نأتي بهذه القدرة الإنتاجية؟ هاي بدها مؤسسات ضخمة يا أخي ترعاها، الله المستعان يا رب. إحنا يلا بس عم ننجم أنفسنا، بس ما يتم إخفائنا عن وجه الأرض، الحمد لله على كل شيء. يعني بعد كل هالشرح، الله يغفر لك يا أخ عبد الهادي، دكتور من باب احترام الناس، ان طرحت الفكرة انت قد تأتي بالبراهين والدلائل. لا حول ولا قوة إلا إلي، ساعة بشرح يا رجل. يا رجل انت سمعتني شو حكيت أخ عبد الهادي؟ بالله عليك انت سمعتني؟ من باب احترام إلي ساعة بقول عم بشرح بهذا الموضوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أن تهاجم وتتهم بالكذب والدجل يا رجل. عدنان إبراهيم عنده يمكن 700 ساعة، بدي اجي الان اعطيك دلائل من 700 ساعة بربع ساعة انا ماشي فيها بالسيارة؟ بقول لك في ناس تفرغوا له سنين وقعدوا لكذبه، كل ساعة ونص بيطلعوا منها كذبة، هذا بده عمل 400-500 ساعة. ايش من باب الاحترام تجيب البراهين والأدلة؟ ما خلص ببساطة، اذا انت انا عم بدلك على المتفرغ، بقول لك اسمع، دير بالك من فلان، روح وين من باب احترام الناس طرحت الفكرة أن تأتي بالبراهين، لا أن تهاجم وتتهم بالكذب والدجل ثم تحيل المتفرغين. وين المشكلة أخي العالم؟ عادي جدا. ألو أنا والله على الهواء، كيف حالك يا أخي؟ ما رأيك بفلان؟ فلان ديروا بالكم منه، دجال كذاب. طب ليش يقوم؟ أعطيتك عناوين عامة، بضرب كذا، بيعمل كذا، بركز على كذا. طب التفاصيل تفضل، موقع فلان، موقع فلاني. هذا قمة العلم هذا. يعني أنا شعرك كأنك ما كنت عم تسمعني. يا أستاذ أتمنى أنك تطلع تتكلم مع أحمد دعدوش، أخونا الحبيب أحمد دعدوش، وأنا أحترمه جدا جدا، وأحترم أداءه وإنتاجه ومنطقيته وعلمه وأداءه. يوسف سعيد، لماذا لا يتفق مجمع علماء المسلمين على فضح أحمد عمارة؟ أخي الموضوع مش بس سهولة هاي، أول شيء مش كل المسلمين عندهم القدرة يتابعوا أحمد عمارة ليستوعبوا الدجل والخطورة اللي بيعملها. اثنين، مش كل الناس نفس القناعات، فبالتالي ما عنده وقت يتطلع. أنا واحد من الناس، قعدت سنين، هذا حكي قبل 10-12 سنة، جلست سنوات أسأل عن عدنان إبراهيم، كنت أقف ما أحكي ولا كلمة عنه، لأني ما مش قادر أشكل تصور. بتذكر قبل حوالي 10 سنين لما سألوني عنه، كنا سامعين في جديد لسه بالأردن على الأقل، فأنا مش عارف، حرام تحكم على واحد ما عندك تصور عنه. اجيت مرة بذكر وقتها، اجيت بدي أشوف إنتاجه، فشفت عامل نسيت يا 18 خطبة يا 22 خطبة، والخطبة
بمتوسط ساعة وربع، تخيل يعني 25 إلى 30 ساعة فقط عن معاوية رضي الله عنه، فقط فقط معاوية بس طبعا. تخيل طريقة غير مباشرة عم بطعن فيه طبعا، وبيؤيد الشيعة بطريقة غير مباشرة. تخيل أنا طب بهذاك الوقت قلت من وين بدي ألاقي الآن 30 ساعة بس مشان أسمع رأيه بمعاوية؟ هذاك الوقت بعد ذلك تضافرت الآراء وقرأنا وسمعنا والمقاطع وجو ناس يتفرغوا وإلى آخره. فمش بسهولة أنت بتيجي تطلب من عملية المجمع، الله المستعان. ما دام في حدا قام، يعني الآن حكيت لكم محمود إبراهيم ومعاذ عليام كلاهما متفرغ للبحث في الأديان والمذاهب بمتوسط 15-18 سنة، إلهم قريب 20 سنة متفرغين متخصصين بهذا المجال. فاستلموا أحمد عمارة سبعة بلدي، جابوه وجردوا كل تحريفاته وكذباته، بينوا لك إياها وعلقوا عليها. ففرض على سبيل المثال، يكفي إحنا الآن أنا أحذر هؤلاء بيجيبوا الأمثلة، ادخلوا على مواقعهم خذوا فيديوهاتهم وانشروها بين الناس. أخت إسراء شو قصدك يا دقائب إلي دخل فيهم؟ دخل في بمين؟ مين فيهم يعني؟ يا أخو في بعض الأسئلة تحتاج لمحاضرة كاملة طبعا، هذا مش وقتها. في أخت بتسأل ممكن رأيك بإيجاز عن التصوف الصحيح، هذا بده حكي على الأقل ساعة ونص. في بعض الدول العربية وصلوا مستوى الوزراء المغرب، لا حول ولا قوة إلا بالله. حياك الله أخ أحمد الشاهين. إن شاء الله يا أخ جابرييل ممكن جدا نعمل ترتيب مع الأستاذ أحمد دعدوش، نتشرف والله، الله يجزيك الخير. نعم أخي الأخ عبد الغفار، أنا ذكرت اللهم صل على سيد محمد، أنا ذكرت الأستاذ أحمد دعدوش من الأساسيين في الرد على هذا الموضوع لما أعطيت اللهم صل على سيدنا محمد. طيب أنا الآن اقترب الموعد تبعي، طبعا يا إخوة اللي حابب يستمتع بفائدة رهيبة جدا 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 الحديث عن موضوع الإلحاد من باب العلمية ونظرية داروين تخصيصا، يسمع وموضوع إثبات وجود الله وفكر الإلحادي مع نظرية داروين، يسمع للدكتور إياد القنيبي جزاه الله خيرا في سلسلة لا إله إلا الله، راح اسم السلسلة عني تبعت اليقين، مين يذكرني باسم السلسلة، اسم السلسلة تبعت الداروينية والإلحاد للدكتور إياد القنيبي، إشي كذا اليقين، نسيت اسم السلسلة والله. الأخ عرندس وصلت الملحوظة، الله يكرمك لو ما تكررها، جزاك الله خير، شكرا جزيلا. أمير القريشي هذا من أتباع الديانة الشيعية، هذا هذا خارج الحسبة أخي. طيب الله يجزيكم، إن شاء الله بطلت الحق أنا، ما شاء الله عليكم، جزاكم الله خير، لا تنسونا من دعائكم، نلقاكم على خير، ساعدونا في النشر، أيوة رحلة اليقين، شكرا شكرا أخ خالد، رحلة اليقين وأبو راسم الله يجزيكم خير. الدكتور إياد القنيبي من أروع ما يمكن أن تستفيد علمي، دير بالك دكتور إياد القنيبي أظن صار فول بروفيسور في علم الأدوية، صيدلي هو صيدلاني، فول بروفيسور من تكساس، فلما يناقش ما له علاقة بعالم العلوم اللي بيعتمدوا عليها في تأييد نظرية التطور من مثل البيولوجي أو الكيمستري أو هذا العالم، العالم تبعه هو متخصص وبيكشف لك كذب المجلات العلمية الكبرى، وغير عن ذلك عارف مصادرهم باللغة الإنجليزية، فبالتالي طبعا نظرية داروين أو فرضية داروين أو خرافة الداروينية
احد الاركان الاساسيه اللي بيعتمدوا عليها الملحدين ليحاولوا طبعا هم ما نجحوا ليفسروا فكره النشوء، مع انه هي ما لهاش دخل باصل النشوء، ما زال الى الان ما حدا قادر يجاوب عليه. على كل حال شكرا جزيلا لكم، نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.